أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: جاء في بعض النصوص وصف بعض الأفعال بالكفر، فكيف نفرق بينها، أنها كفر أكبر أو كفر أصغر؟ ما جاء وصفه بالكفر ودلت نصوص أخرى على أنه لا يخرج من الملة فهو كفر أصغر. ما جاء وصفه بالكفر ودلت نصوص أخرى على أن فاعل هذا الشيء لا يخرج من الملة فهو كفر أصغر. خذ مثلا قتل النفس بغير حق، قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فوصف هذا بالكفر. بينما في الآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين، شوف من المؤمنين اقتتلوا، دل على أن الكافر القاتل لا يخرج من الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة مع أنهم يقتتلون، فدل هذا على أنه كفر أصغر وليس كفرا يخرج من الملة. هذا فارق. الفارق الثاني: قالوا إذا عرف الكفر بالألف واللام فهو الكفر الأكبر، وإن جاء نكرة فإنه يكون من الكفر الأصغر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.